زميلي الطالب، قريبا سيبدأ تحدي جديد لنا بالعام الدراسي، لذا يجب أن نكون مستعدين للدراسة وفي نفس الوقت لتحدي فيروس كوفيد-19. تأكد من وجود الكمامة معك قبل خروجك من المنزل، ويفضل استخدام الكمامة القماشية، ولا تنسى وجبة الإفطار الصحية الخاصة بك. اركب الحافلة وأنت مرتدي الكمامة، وسيقوم مشرف الحافلة من قياس درجة الحرارة للإطمئنان على سلامتك، ثم اجلس في المكان المخصص لك، ولا تنسى أن ترحب بأصدقائك من بعيد. عند وصولك للمدرسة سيتم التأكد مرة أخرى من درجة حرارتك ولبسك للكمام، وبعدها اذهب مباشرة لصفك ورحب بأصدقائك من دون مصافحة، واترك مسافة آمنة. لسلامتك لا تشارك أدواتك الخاصة مع زملائك، وتجنب التجمع مع باقي زملائك. التزم بالجلوس في فصلك، وتجنب الاختلاط بزملائك في الفصول الأخرى. حاول غسل يديك بشكل متكرر، وتجنب لمس وجهك. في حال شعورك بالتعب أو الحمى، أخبر ممرض المدرسة فوراً. وعند العودة الآمنة للمنزل، ودع أصدقائك من بعيد، واترك مسافة آمنة. إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من أعراض ارتفاع درجة حرارة أو إنفلونزا، فيجب عدم الذهاب إلى المدرسة. زميل الطالب، التزم بالإجراءات الوقائية لسلامتك ولنهزم الوباء.